ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي احسن حال. النهاردة حبيت اكلمكم في حاجة مهمة قوي، وخصوصا اللي عندهم سكر نوع تاني. انت ما عندكش سكر نوع تاني، انت عندك مقاومة انسولين، السكر عالي لان الخلايا ما بتفتحش للانسولين يدخل الغذاء في الخلايا، فبالتالي بتروحوا للدكتور والطبيب بيديك ادوية حبوب في الاول. طبعا الحبوب دي بتفتح الخلايا عشان تدخل انسولين، بس مش هي العلاج. انا هقول لكم على العلاج النهائي في الاخر بعد، بس عايزة اوصل لكم حاجة عشان تقتنعوا ان انت بتاخدش سوري انت ما بتتعالجش، انت بتاخد حاجات مؤقتة. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، سوري معلش. بتاخد ادوية مؤقتة وبعد كده بتخش في النوع الاول للسكر. ازاي؟ انت بتاخد دواء حبوب وبتاكل كل اللي انت عايزه، بتكبر المشكلة اكتر، بتاخد ادوية زيادة، بقى معاك شنطة ادوية ومشاكل صحية تانية بقى، الضغط وتعرفين بقى المضاعفات كلها. وبعد كده بيديك، بيلاقي الادوية مش نافعة، فالطبيب بيديك انسولين. انا في رأيي اي طبيب يدي سكر نوع تاني انسولين اجرام اجرام، لانه بيخلي البنكرياس مع الوقت يقف تماما عن العمل، يعني خلاص مش هيفرز انسولين، مع حضرتك جيب له انسولين من بره، وتتحول مع الوقت من سكر تاني لسكر اول. لو مش مقتنعين بكلامي اسألوا اي حد عنده سكر اول دلوقتي، كان عنده سكر تاني قبل كده وحصل ايه بالظبط اللي انا بقوله ده حقيقي ولا لا. اللي مقتنع بكلامي يجرب، واللي مش مقتنع هو حر، عشان انا في ناس بتقولي لا ما فيش شفاء من السكر نوع تاني، وانا اصلا الحمد لله بقالي سنتين ونص صحتي افضل واحسن، ومش مش شفيت بس من السكر نوع تاني، لا ده من الضغط والسمنة والحساسية ومشاكل صحية ونقص فيتامين د، حاجات كتير قوي. في فيديوهات كتير على القناة بقول فيها كل حاجة. انا بكلم سكر نوع تاني النهاردة مخصوص عشان اقول لهم احذروا احذروا من الادوية، بتاخدوا ماشيين في طريق، اقول ايه، في طريق الظلام، في طريق الجحيم، مش هتخفوا، بالعكس الاعراض هتزيد والمشاكل هتزيد وهتتعبوا اكتر. الحل ايه بقى اللي انا عملته؟ من اول ما عرفت ان انا عندي كان سكري ساعتها، كنت على طبيب الاسنان وضرسي بتلخلخ يعني، وقال لي ده مش مسوس ومش ملتهب انت عندك سكر. عمل لي تحليل ساعتها وانا كنت صايمه، كان 220 صايم. ربنا بفضل ربنا عليا نور لي بصرتي، قعدت ادور لاني انا يعني عارفة شفت مضاعفات السكر بعيني، وعرفت ان الصيام المتقطع هو العلاج الوحيد من الشفاء من السكر النوع التاني. 3 شهور ما كنتش باكل غير خضار، لحمة، فراخ، بسم الله الرحمن الرحيم، سمك، بروتين يعني ودهون صحية، منعت السكر رميته في الزبالة، منعت كل حاجة ممكن ترفع لي السكر. كانت تراكمي ساعتها 10.8، بعد 3 شهور الحمد لله من فضل ربنا 6، وما زادش من ساعتها، بالعكس بيبقى 5 وي، الحمد لله بفضل ربنا. لازم يبقى عندكم إرادة، صحتكم أهم من الأكل، أهم من التفاصيل، أهم من إنك أنت تاكل حاجة تأذيك. ليه أذي نفسي؟ ليه ربنا يحاسبنا على نفسنا؟ اتقوا الله في نفسكم، امنعوا السكريات. أنا والله دلوقتي بقرف كده من السكر الأبيض والحلويات، بشوفها بقرفانة. نفسكم في الحلويات اعملوا وجيبوا دي اللوز، دي جوز الهند، قلت كده في كذا فيديو، بديل السكر ستيفيا، بديله الملح بملح الهيمالايا او ملح البحر، قلت برضو في فيديوهات كتير،
والاهم دلوقتي اللي انا مركزه عليه قوي، مفيش علاج غير الصيام المتقطع. ابداوا الصيام النهارده، اللي بيسمع الفيديو او بيشوف الفيديو يبدا النهارده يمنع اكل قبل ما ينام بساعتين وبعد ما يصحى بساعتين، اسبوع ويكمل يزود 3 ساعات عشان يستفيد بساعات النوم، ويفضل يزود. انا بوصل ساعات ل 23 ساعه معدتكم هتنكمش، مش هيبقى عندكم شهيه للفجعه اللي انتوا فيها دي، هتروح لان انتوا ما بتاكلوش الحلويات. طول ما بتاكلها عايز تاني، جسمك عايز تاني عايز تاني، ومش هنخلص يعني، يعني تبقى بهدله. مضاعفات السكر خطيره على النظر وعلى الكلى وعلى الكبد ارجوكم اهتموا لو خايفين على صحتكم. وبالنسبة للناس اللي بتهاجمني بتقول ده مش شفاء دي سيطرة، لا ده شفاء. ربنا امرنا ان احنا نحافظ على صحتنا، وانا شفيت مدام التراكمي بتاعي ما بيطلعش عن الستة، بقى انا ما عنديش سكر، وشفيت من الحساسية، وشفيت من الضغط والسمنة، الحمد لله صحتي احسن. ياريت تتقوا ربنا في نفسكم وتبدأوا صيام متقطع. لو عندكم سكر ابيض في البيت ارموه، وقت سكر ستيفيا ورق اخضر، او ما تشربوش سكر، المهم صحتكم. ويا رب يكون الفيديو فاتكم والقناه بتفيدكم، ويا ريت لو حابين تشتركوا او تعملوا لايك، بس يا ريت اللي يجرب وربنا ييسر له كده، انت هتحسوا بالفرق من اول ما تمنع السكر، هتحس بالفرق. تشيروا الفيديو واشوفكم على خير وعافية يا رب، وان شاء الله فيديو جديد.